صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت مسافرا وحضرت صلاة العشاء فتيممت وصليت، وقد كان معي ماء للشرب لأن المسافة المتبقية بعيدة، فهل تيممي وترك استعمالي للماء صحيح؟ نعم، إذا كنت تخاف أن الماء يقل، إذا توضأت منه يقل عن حاجتك، فأنت معذور تتيمم، أنك في حكم الفاقد للماء. أما إذا كان الماء معك كثير ولا تخاف من نفاده فلا يجوز لك التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمم، أنت واجد للماء. نعم.